انتقد عميد كلية كالدونيا أن الدكتور أحمد بن حسن البلوشي وجود طوابير من الباحثين عن عمل بتخصص تقنية المعلومات، وفي تصريح للشبيبة قال: العماني متعلم ومتمكن في تقنية المعلومات وغيرها من المجالات، وهناك نماذج تثبت كفاءة المواطن، ولكن ما تنقص العماني هي الفرصة والثقة من أرباب العمل. وأضاف: إذا أعطي العماني الفرصة تأتي بعدها محنة تعرضه للعراقيل التي توضع أمامه، فأبناؤنا الطلبة يشكون كثيرا من تعرضهم لتلك العراقيل، وينبغي على الشركات أن تظهر جدية أكبر تجاه مسؤولياتها في التعميم.